بعد عودة رئاسة البرلمان بقرار قضائي، اجتماع مرتقب لتحديد موعد جلسة اختيار الرئيس، والإطار التنسيقي يلوح بخيارات مقبلة. الكاظمي من الشريط الحدودي: قواتنا قادرة على حماية العراقيين في كل الأوقات، وإدانات واسعة لاستهداف منزل الحلبوسي في القرمة. مؤشرات الفقر والبطالة تسجل ارتفاعا مطلع العام في العراق. محافظات الجنوب الغنية بثروتها هي الأعلى بفقر أبنائها. في السوشيال ميديا إشادة واسعة لقرار تحويل مسرح الرشيد إلى وزارة الثقافة والحفاظ على الإرث الفني. على مقربة من الحدود العراقية السورية تفجرت أزمة سجون الحسكة وهروب آلاف الدواعش، يحاولون أن يعيدوا تنظيمهم المباد والتسلل إلى العراق، لكن واهم من يظن أن يكون لداعش وطأة قدم داخل أرض السواد. أمن البلاد بأمن حدودها، فالبوابات العالية لن يتسلل من خلالها الغرباء ولن تعاد المعادلة السابقة. فما زال الإصبع على الزناد، وخلف السواتر رجال لن تمر من خلالهم عصابات الإجرام. ضبط الحدود ومسكها أولوية الأمن في المرحلة المقبلة. أهلا بكم. أفاد مصدر نيابي بعقد هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا لتحديد موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وقال المصدر إن هيئة رئاسة المجلس ستجتمع خلال الساعات المقبلة لإعلان موعد الجلسة المقبلة والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف أن موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية على الأغلب ستكون في الثاني من الشهر المقبل. من جانبهم، عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعا لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية، وذكر الإطار في بيان له أنه ملتزم بمشروعه وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة وليس منهج الإقصاء. وأضاف أن الإطار حريص على أن يجنب البلد مزيد من المشاكل والأزمات والتوجه نحو خدمة المواطن، وتابع بأنهم حريصون أيضا على الاتفاق لاختيار رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة، كذلك أيضا تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يشارك ويلتزم بالمشتركات الوطنية. وأشار بأن الإطار لا زال يأمل أن يستجيب الشركاء لمشروعهم، والتسويف سيدفع العراق فاتورته مع المخاطر والتحديات كافة. وأوضح أنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر، لأن هذا يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار ومدعاة لعدم العدالة، وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار. تابع أن التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة. وأكد أن قوى الإطار ليسوا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم طبعا هكذا يقولون، وأيضا قد دعت له الكثير من القوى السياسية ولا زالت، لكن هذه الأكثرية
لا يجوز لها أن تكون على حساب مكون واحد، بالإضافة إلى أن استمرار النهج الإقصائي يعني دفع الكيانات الحاصلة على أكثرية الأصوات للذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة. رغم التعقيدات السياسية، لكن أبواب التفاهمات ما تزال مفتوحة بين الأقطاب الكبيرة لحسم تشكيل الرئاسات المتبقية، وسط دعوات سياسية وشعبية لفض الخلافات وتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات العراقيين. صباح حكيم لديه المزيد من التفاصيل. تتجه الأنظار صوب استحقاقين هما الأهم، رئاسة الجمهورية والوزراء. الجميع يمني النفس أن تذهب الأمور صوب الاختيار السلسي، بعيدا عن الخلافات التي قد تترك أثارا أمنية أو اقتصادية على البلاد، ما يوجب الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في الاختيار، واعتماد مبدأ الكفاءة والقدرة والقوة في الشخصيات التي سترشح. أنا أعتقد أنه يجب أن تستغل الكتل السياسية هذه الفترة بحيث لا يتم تجاوز المدد الدستورية من أجل إنضاج تفاهمات حقيقية، وأنا أعتقد أنه اليوم الأهم من المدد الدستورية هو التفاهمات السياسية والتوافقات للحفاظ على استحقاق المكون الأكبر. الأبواب لا زالت مفتوحة لإيجاد نوع من التفاهمات بين الأقطاب الكبرى في العملية السياسية للمضي نحو تشكيل حكومة قوية تناسب حجم التحديات الحالية وبملفات عدة لم يحسم أمرها منذ سنوات، وشابه الفساد كالخدمات وفرص العمل والشروع بتنفيذ المشاريع الحيوية المتلكئة. سواء كانت كتلة صدرية أو الإطار التنسيقي يذهب منفردا لتشكيل حكومة سيخضع إلى إملاءات واشتراطات الآخرين لأنهم يكونون على كفة متساوية، ولكن لو كانت الكتلة الأكبر هي كتلة حقيقية بحجمها الحقيقي لا تخضع للمساومات ولا للاشتراطات ولا للإملاءات، وعندئذ تكون فعلا كتلة أكبر مكونة لحقيقة الشعب العراقي ولمكونات الشعب العراقي. ووسط حالة سياسية أقل ما يقال عنها بأن مخرجاتها إلى الآن لا يمكن التنبؤ بها أو معرفة الملامح الأولية لمن سيقع على عاتقه تشكيل الحكومة المنتظرة، فإن تيار الحكم أعلن مرارا وتكرارا عدم مشاركته في الحكومة القادمة أو الاشتراك في حوارات تشكيلها، مع عدم الذهاب نحو معارضتها، وفي ذات الوقت تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات التي تقف بوجه تشكيلها بمددها الدستورية. وبعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير وعودة مجلس النواب لعقد جلساته، تقف الكتل السياسية أمام استحقاقات مهمة، منها عدم التجاوز على المدد الدستورية واختيار شخصيات كفوءة لمنصبين هما الأهم، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. صباح حكيم الفرات، بغداد. كشف القيادي في تحالف الفتح عباس الزاملي عن ثلاثة خيارات أمام الإطار التنسيقي وإعلان قراره النهائي قريبا. وقال الزاملي لبرنامج على المسطرة إن خيارات الإطار التنسيقي ستكون قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو واحد من ثلاثة، أما المقاطعة أو المعارضة أو الالتحاق بالسيد الصدر. بالتأكيد اليوم راح يكون هناك قرار نهائي على موقف الإطار اتجاه التيار واتجاه العملية السياسية بالمرحلة المقبلة من ناحية يعني مجلس النواب كتشريع وحكومة. فبالتأكيد إذا ما صدر يعني قرار لحد نهائي لحد هذه اللحظة ماكو قرار نهائي باتخاذ يعني طريق المعارضة، طريق المقاطعة، طريق الذهاب مع السيد مقتدى الصدر بشروط السيد مقتدى الصدر اللي طارحها بالفترة السابقة. بالتأكيد اليوم يعني الإطار التنسيقي راح يكون عنده قرار، وقرار نهائي بهذا الخصوص.
يعتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اجتماعا موسعا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في اليومين المقبلين لحسم مرشح رئاسة الجمهورية. وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم لبرنامج غير معلن إن اللقاء سيعقد بين المكتبين السياسيين خلال اليومين القادمين للخروج باتفاق موحد بشأن منصب رئاسة الجمهورية. يوم 9/2 يعني هذا وقت كلش كافي عندنا، ممكن يكون هناك اكو حسب ما وصلني معلومات انه ايضا اكو لقاء بين المكتبين خلال يومين القادمين، اكو مكتب بين المكتبين السياسيين سوف يكون لقاء من اجل يعني هذا الموضوع، واعتقد الفتره المتبقيه كافيه لان يكون هناك اتفاق بين الطرفين باعتبار الكثير من المشترك موجوده بين الحزبين. من جانبه اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أن زيارة وفد الاتحاد إلى بغداد هو من أجل التباحث والمشاورة في دعم مرشح الحزب برهم صالح لرئاسة الجمهورية. مجيء السيد بابي طالماني الشخص الأول في الاتحاد الوطني الكردستاني مع وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني، طبعا لكل مرشح أو لكل مثلا لكل كتلة له حق مثلا يشتغل مثلا يعمل لفوز أو لصعود مرشحه. نعم السيد بابي الطالباني أتى إلى بغداد مع وفد للمشاورة والتفاهم والتباحث مع جميع الكتل السياسية والنواب طيب. المستقلين وغير المستقلين وإلى آخره. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من بابل النائب عن تحالف الفتح علي تركي. سيد تركي نرحب بك معنا في نشرة أخبار المرصد. طبعا هل ما زالت الحوارات مستمرة بين الأطراف الشيعية للخروج من الانسداد السياسي؟ نعم السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الفرات. بداية الانسداد السياسي تنبأت به المرجعية قبل أكثر من سنة وقالت بأن إذا بقيت الأوضاع على هذا الحال فإننا نتجه باتجاه انسداد سياسي وهذا سيؤثر بدوره على تشكيل حكومة وأن تكون حكومة بين جدلية أو بين خدماتية. اليوم ما يجري على الساحة سواء كان الساحة الشيعية أو الساحة الكردية أو حتى السنية منها يوجد جدلية، يوجد عدم حسم بسبب ما تم إعلانه خصيصا بقضية المشاركة بحكومة الأغلبية. يقينا نحن مع حكومة الأغلبية إذا كانت حكومة الأغلبية تشمل كل ما موجود في الساحة السياسية، ولكن أن يتم إقصاء طرف على حساب طرف فهذه لا تسمى حكومة أغلبية. في نفس الوقت نحن نحترم مخرجات ما يتم الاتفاق عليه داخل المكونات مع الاحتفاظ يقينا بحق الرفض لهذه الشخصية أو تلك الشخصية. اليوم هناك بعض الشخصيات عليها ملفات فساد، عليها جدلية أنه أخرجت سابقا بملف كذا أو بسبب تصويت مجلس النواب عليها. في نفس الوقت داخل المكونات اليوم لو احترمت بقية المكونات خصوصية كل مكون وتأثير الموقف الموحد الذي يخرج به هذا المكون على رمة العملية السياسية لا خرجنا بمخرجات جيدة وممكن أن نصل حتى إلى حكومة أغلبية. طيب. ولكن بشرطها وشروطها. سيد تركي اجتماع الإطار التنسيقي أكو باليوم كان معطيات جديدة؟ يقين أن باب التحاور الذي فتح بين قادة الإطار من جهة وقادة التيار من جهة بقي مفتوح هذا الباب. هناك أكثر من طرح كما أعتقد سمعت في تقريركم، أحد هذه الأطروحات أن يتم الذهاب إلى خيار المعارضة، وهذا خيار بظني أنا كاليوم كأحد نواب مجلس النواب العراقي خيار المعارضة هو خيار جيد
إذا ابتنيت على ثقافة معارضة حقيقية، وهي أفضل اليوم للإطار التنسيقي بالدخول بهذه العملية السياسية. أما أن لا نتفق داخل المكون ونذهب متشرذمين باتجاه مجلس النواب بكل جلساته، فلا أعتقد بأن هذا يخدم العملية السياسية ولا يخدم الشعب الذي طال انتظاره لتشكيل حكومة. سيد تركي، كان أكو شبه اتفاق أن يدخل الإطار التنسيقي مع التيار الصدري بكتلة واحدة في مجلس النواب، هل تم حل هذا الأمر؟ هل ستذهبون في كتلة واحدة إلى مجلس النواب؟ أين تم هذا الاتفاق؟ يعني كان بعض الشروط، كانت تسريبات كانت تتحدث هنا وهناك أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري سيدخلون إلى مجلس النواب بكتلة واحدة، هل يوجد هذا الشيء؟ الإطار التنسيقي زائد الكتلة الصدرية، إذا كان الإطار بكامل مكوناته فهذه يعني من المخرجات الجيدة أن ندخل كمكون واحد. أما أن يتم إقصاء الطرف من الاستراتيجي على حساب الدخول لهذه الجلسة، فلا أعتقد بأننا سندخل موحدين في هذه الجلسة. طيب، بسؤال أخير سيد تركي، ما هو موقف الإطار من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية القادم؟ طبعا لدينا أكثر من خيار، إذا لم يتم الاتفاق فلا أعتقد بأننا سندخل لهذه الجلسة، وسنعمل على تشكيل الثلث المعطل، لأننا لا نؤمن بعملية سياسية بدأت بتزوير وانتهت باتفاقات، وهذه الاتفاقات اليوم لا تصب مصلحة المواطن العراقي، وبالنتيجة عدم الدخول بهذه الجلسة أفضل لنا تجاه شعبنا، لأن الدخول بهذه الجلسة تعني انتخاب زيباري لرئاسة الجمهورية، وهذا ما لا نقبله ولا تقبله لا المرجعية ولا الشعب. النائب عن تحالف الفتح علي تركي، كنت معي ضيفا كريما من بابل، نشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. هيئة الاستثمار تصدر تعليمات بعدم ترويج أي معاملة نقل ملكية إلا بعد سداد كامل المبلغ بنسبة 100% للسيطرة على حالة التلاعب والمضاربة في أسعار الوحدات السكنية في مجمع بسمايا. وزير الزراعة يوجه شركة ما بين النهرين العامة للبذور بصرف مستحقات بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة، ويدعو جميع الفلاحين والمزارعين إلى التوجه لتسلم مستحقاتهم. محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تصدر حكما بالسجن المؤقت لمدة 6 سنوات بحق مدير آثار سمراء عن جريمة أحداثه إضرارا عمدا بأموال ومصالح الدولة بهدره للمال العام. محكمة جنايات صلاح الدين تصدر حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم إرهابي عن جريمة اشتراكه مع مجموعته الإرهابية بخطف 6 من منتسبي الأجهزة الأمنية في تكريت. أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيهات عدة خلال زيارته للشريط الحدودي مع الجانب السوري. الكاظمي قال إنه استمع إلى الإيجاز الأمني، وأنه على اطلاع مباشر ومتابعة يومية لتطورات الأحداث المختلفة. وأشار الكاظمي إلى قدرة وعزيمة القوات على حماية العراق والعراقيين والتصدي لحمقات إرهابيي الخارج والداخل. الكاظمي حذر عصابات داعش الإرهابية من محاولة العبث بأمن البلاد، مؤكد أن القوات الأمنية بكل صنوفها ستكون بالمرصاد لأي خرق أمني. وأكد الكاظمي أن القوات الأمنية باتت اليوم أقوى
منذ قبل وأن أمن العراق هو مسؤوليتها. وأضاف الكاظمي أن البلاد تحفظ وتصان عندما تكون الحدود مصانة وممسوكة، وهي الآن ممسوكة ومصانة من قبل القوات الأمنية. أعلنت خلية الإعلام الأمني أن قوة سنجار بالحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لداعش جنوب قضاء سنجار. وذكر بيان صادر عن الخلية أنه بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة أحبطت قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي فجر الأربعاء محاولة تسلل لعناصر عصابة داعش الإرهابية جنوب قضاء سنجار. وأضاف بأن القوة فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء، ما أجبرهم على الفرار. لم يهدأ الوضع الأمني في سنجار كثيرا حتى عاد مرة أخرى إلى واجهة الحدث الأمني المضطرب، ومع إصرار تركيا على التوغل يستغل الإرهاب الداعشي التراخي الأمني ليدخل على الخط عبر تسلله من الحدود السورية، وهو ما ينذر بعودة الإرهاب من جديد. علاء الطائي والتفاصيل. سنجار تعود مرة أخرى إلى واجهة الحدث الأمني في العراق بعد الأحداث المرتبكة في الجانب السوري وعودة نشاط العصابات الداعشية هناك، والخشية المتصاعدة من تسرب هذه العناصر إلى نينوى عبر بوابة المدينة المعتقة، وهو ما استدعى وصول رئيس الوزراء بمعية هرم القيادات الأمنية وزراء الداخلية والدفاع، وهي الزيارة الثانية خلال 5 أشهر فقط. ولكن لا شيء تغير في واقع المدينة التي تشهد صراعات داخلية وإقليمية ودولية، ما تجعل الشريط الحدودي بين العراق وسوريا على صفيح ساخن. هذه المناطق نعم هي خطرة جدا يعني، وبالتالي التنسيق ضروري جدا، والعمليات الاستباقية المشتركة أيضا يعني ضرورية جدا، وخصوصا ضد يعني عدو متحرك اللي هو تنظيم داعش يعمل بشكل مفارز خفيفة ويعتمد على حرب العصابات. الصراع الدائر في قضاء سنجار متشابك ومعقد جدا، ويخشى أن يؤثر ذلك على الوضع الأمني في عموم العراق. الصراع الأقوى يدور بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني المعارض لها، والذي يتخذ من جبل سنجار ملجأ له، ويملك علاقات قوية مع الأيزيديين وبعض الفصائل المسلحة. ويرى البعض أن هذه الاشتباكات هي غطاء تستخدمه الحكومة التركية لتنفيذ أحلام قديمة باستقطاع نينوى وضمها للخريطة العثمانية. الخارطة الجديدة من قبل تركيا يعني تريد أن لا يبقى أي عاجز أو أي جهة مقاومة أمامه في منطقة ولاية موصل، لأن هناك أطماح واحدة لدى تركيا في احتلال ولاية موصل. الوضع الأمني والخدمي والاقتصادي وحتى الاجتماعي في سنجار ينحدر من السيء إلى الأسوأ، فغالبية سكان المدينة ما زالوا في عداد النازحين، وحملات الإعمار والتعويضات لم تصل بعد، والمصالحة المجتمعية لم تجد طريقها للتنفيذ، فما زالت نار الثأر موقدة. من الصعب أن يكون هنالك عودة الحياة الطبيعية كما كانت قبل 2014 إلى مناطق الإيزدين، ما دام هنالك الذين تعاونوا مع داعش لم يتم محاسبتهم ويتجولون بين الشوارع بكل حرية. وبحسب المعطيات والقراءات، فإن الوضع في سنجار وضواحيها لن يجد طريقا معبدا للحل إلا بتوفير تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية
بين دول وأطراف متقاطعة بالطول والعرض. من محافظة نينوى لقناة الفرات علاء الطائي. أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الجرمة بمحافظة الأنبار. وذكرت الخلية في بيان لها أن عملا إرهابيا جبانا يستهدف قضاء الجرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت 3 صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء. وأضافت أن الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين، والثالث سقط في منطقة الرشاد، ما أدى إلى جرح 2 من المواطنين المارين بجروح طفيفة، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث. إلى ذلك، أعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم عن إدانته لاستهداف منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في قضاء الجرمة مساء الثلاثاء. السيد الحكيم في تغريدة له على تويتر أدان فيها عملية استهداف منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التي أسفرت عن إصابة مواطنين، مستنكرا هذه الأعمال الإرهابية ومطالبا الجهات الأمنية بتفعيل الجهد الاستخباري للحيلولة دون إرباك الوضع الأمني واستهداف المواطنين. إلى أبرز بيانات وتغريدات الإدانة والاستنكار التي صدرت من قادة البلاد والبعثة الأممية أيضا في العراق عن استهداف مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الأنبار. رئيس الجمهورية برهم صالح ذكر بأن الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين هو عمل إرهابي ومستنكر، وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية. من جانبه ذكر رئيس حكومة إقليم كردستان إنه يدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مضيف رئيس مجلس النواب العراقي في قضاء الجرمة، وأن هذا التصعيد الخطير يستهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق. نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوبات طالباني ذكر أيضا بأنه يدين بشدة العمل الإجرامي الذي استهدف مقر رئيس مجلس النواب، وشدد على أن اللجوء إلى هذه الأعمال ظاهرة خطيرة وبداية لا تبشر بخير. بعثة الأمم المتحدة في العراق أدانت الهجوم الصاروخي قرب مقر إقامة رئيس البرلمان، وقالت بأنها هذه محاولة جبانة لخلق الفوضى. نحث السلطات على تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الأفعال والقبض على الجونات. يعاني العراقيون من مشاكل اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار وانهيار أسعار النفط. ما يزال ملايين العراقيين يرزحون تحت خط الفقر المدقع رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها البلد، والتي يمكن أن تجعله من مصافي الدول الأغنى في العالم، حيث يمتلك العراق إمكانات تنموية جيدة في الزراعة والسياحة، فضلا عن الصناعات التحويلية والمنافذ الحدودية لتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن معظم ثرواته لم يتم استثمارها بسبب الفساد وسوء التخطيط للمشاريع المدرة للدخل. لا تزال محافظة ميسان تعتبر من المحافظات الأكثر فقراً نتيجة سوء الإدارة والتخطيط واتباع السياسات الاقتصادية الخاطئة. مواطنون هناك طالبوا الجهات المعنية بشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية للحد من أزمة البطالة بين فئات الشباب في المحافظة. التفاصيل مع أحمد السدخان. محافظات الجنوب ما تزال تتصدر معدلات الفقر في البلاد بحسب المعنيين،
وتعد محافظة ميسان من بين المحافظات التي تضم جيوشا من العاطلين عن العمل، فيما تتصاعد الدعوات لزيادة أعداد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية للإسهام في التخفيف من حدة المعاناة التي تعيشها العوائل الفقيرة. نتمنى عدد مشمول عدد اكثر، ونريد مثل ذول هذا العده مثل يدقق بها، مثل عده واحد جهال، عده جهال، عده هاي عاطل، كل شيء ما عنده يسوي له رعايه. ما يصير يعني هسه هاي البلدان الاخرى كل من واحد ما عنده راتب يسوي له الدوله يسوي له راتب، ليش؟ لان ما عنده وظيفه، لا عنده مثل مكسب مالي، لا هاي ما يصير هيك، المفروض الحكومه تسوي حل هاي القضيه. واحنا العماره يعني غنيه بالنفط، روح شوف العيون هاي مال النفط على طريق سيد منين كلها مسددينها، لو يصدرونها يبيعون النفط يطون هاي يسوي لها رواتب، يكون البشر يكون اول ما يطلع من بطن امه لازم يسوي له راتب مثل باقي الدول. هي مفتوحه الرعايه ويقول لك مسدوده الا بالواسطات، يعني هات تشوف احنا تكاتك وجايبينها بالقصد والمرور يفترون ورانا. وفي الوقت الذي طالب فيه البعض بالتخفيف من الإجراءات التي وصفوها بالبيروقراطية من قبل دوائر الرعاية الاجتماعية، فإن البعض الآخر دعا إلى إيجاد آلية وإجراءات جديدة من شأنها شمول المستحقين للمساعدة المالية لاسيما العاطلين عن العمل من الشباب. أنا عجبني معوض حاجة سيارة صار تقريبا 8 سنوات، سويت راتب مال معين من 2019 لحد الآن ماكو، يعني وين أروح أنا؟ هو معوق، لا أنا حالتي ضعيفة لأني راتبي قليل كلش، يعني وين يروح؟ لا معوق يقولوا له راتبه يعني 4 سنوات ما استطاع المعامل مالته، وين يروح؟ المشكلة قالوا سيارة باسمك ما يسمح لك نمنحك رعاية، أي فنحاول بك يحلون هاي المشكلة، سيارة قديمة عتيقة موديل 79، 7 سنين صار لها بايحة. 7 سنين وصاحبها يجينا حتى حول له ماكو. والله خالي احنا قاعدين على طالب بطالة كل شيء ماكو، لا شغل لا عمل لا رعاية لا يعني كل شيء ماكو، يعني عندنا عوائل يعني كل ساعة يجينا واحد يقول لنا سجلكم على الرعاية وتطلع كلاوات بكلاوات نسجل ونذب فلوس وما عملات واستسخاذ وكل شيء ماكو، يعني كل ما يجينا احد نخسر فلوس وماكو احنا، يعني شنو ذنبنا؟ لا رعاية لا شيء، يعني على طالب بطالة الله وكيل كل شيء ماكو. وتأتي هذه المطالبات في ظل ازدياد أعداد العوائل الفقيرة وضعف الإجراءات الحكومية للحد من مظاهر الفقر ومسبباته في البلاد. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. أعلنت وزارة التخطيط عن إحصائيات الرسمية لعمالة الأطفال ونسبة الفقر في العراق، وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن هناك أقل من 500,000 طفل عامل في العراق، مبينا أن نسبة الفقر بين الأطفال ارتفعت إلى 38%، مؤكدا أن نسبة الفقر في عموم العراق بلغت 25%، وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال خطتها الخمسية لتخفيف نسبة الفقر إلى 16%، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل نسبة الفقر في العراق خلال العام 2030 0%. شكا أهالي محافظة المثنى من قلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة والفقر رغم قلة عدد سكانها، فيما طالب مواطنون وزارة العمل شمولهم برواتب الرعاية وإفساح المجال لزيادة أعداد المشمولين للتخفيف عن أعبائهم المعيشية ودعم الفئات الفقيرة في المحافظة. التفاصيل مع محمود قاسم. في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين ونسب الفقر في المثنى، فالرعاية الاجتماعية تحتاج إلى من يرعاها من خلال دعم حكومي وتشريع برلماني يلائم ويتناسب مع حاجة المحافظة الفعلية، فالمئات بل الآلاف من العوائل الفقيرة
تخطت معاجلة الشمول بالرعاية. واي ناس ما مشمولة بالرعاية، اكو ناس معوقة ما مشمولة بالرعاية، اكو ناس عازة ما مشمولة بالرعاية. زين احنا يعني تعبانه، شغل تعبان، كلش تعبانه، ماكو شيء وسيله يعني نحتاج الى اعداد اكثر من الرعايه. افقر محافظه بالعراق هي السماوه، ويعني وللعلم يعني تعرفون انتم يعني بالسماوه وشنو اهلها، يعني ناس فقره، ناس كل شيء ما عندهم. الله وكيلك، عندي انا راتب الرعايه هذا وانقطع مني والله راهنه وساحب عليه سلفه، الله شاهد. اي والله يا عم تحتاج السماوه، اي والله يا عمي تحتاج، يعني سماوه فقيره ما عدها، كل شيء ما عدها. اي والله. ولعل ما يراكم المشاكل والمعاناه امام المواطن ارتفاع اسعار الدولار وغلاء الاسعار بشكل عام، فما خصص من مبالغ كاعانه اجتماعيه لم تعد كافيه لهم، فالامر يحتاج الى مراجعه ودراسه شامله، ناهيك عن ضروره اشراك القطاع الخاص وتفعيله لانتشال بعض الاسر من الفقر. عم انتهت الوادم، الله وكلكم طاحت ترى صراحة بدون مجاملة، ناس وقعت ما عندها إمكانية، ناس يعني ما عندها قوت يومها بعضها، بعضها ناس ما الله ممكنها، بس احنا نسولف الناس اللي ما عندهم. اي والله بلكت الله الوادم هاي الناس تدير النشيط يدير بال على الرشيش. كلك وادم كتل جوع، الدولار مصعدينه، الطحينه مصعدينه، الدهن مصعدينه، الشكر مزيدينه، يعني شغلتنا تعبانه كفيلك وين جد الواديم؟ عد راتب يقدر يشتري، ما عد راتب كفيلك الله جدي. نحذر من تزايد حالات الفقر والبطاله في داخل المحافظه وفي عموم البلد بسبب السياسه التفرديه الاقتصاديه للحكومه وعدم اشراك ممثلين القطاع الخاص في القرارات المهمه الاقتصاديه للبلد. حقيقه الحكومه بادي والناس بادي، اليوم نشوف شلل كامل بالاسواق العراقيه وبالحركه الاقتصاديه مع الاسف، واليوم ازدادت حتى يعني البطاله من توقف الحركه التجاريه. اكثر من 65 الفا من الرجال والنساء شملوا في الرعايه الاجتماعيه، لكن هذا الرقم يعد قليلا جدا اذا ما قورنا بحاجه المحافظه الفعليه. من المثنى محمود قاسم، الفرات. للمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم معنا في المرصد الخبري من المثنى سامي نعوم نائب محافظ المثنى. سيد نعوم نرحب بك معنا في المرصد الخبري. محافظة المثنى ما تزال تتصدر المحافظات بنسبة الفقر، هل هناك معالجات للحد من تفاقم هذه الأزمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة محافظة المثنى منذ يعني سنين طويلة وهي تتصدر قائمة المحافظات الأكثر فقرا على معايير وزارة التخطيط وإعلانات وزارة التخطيط وأيضا المنظمات الدولية لاعتبارات كثيرة في المحافظة. المحافظة هي أيضا الأقل سكانا على مستوى البلد عموما، أقل محافظة في العراق في النسبة السكانية، ولذلك التخصيصات المالية والتوجهات الحكومية والوزارية للمحافظة دائما ما تكون أيضا هي الأقل على مستوى العراق، لأن وزارة التخطيط ووزارة المالية ويعني الحكومة الاتحادية توزع التخصيصات المالية للمحافظات على النسبة السكانية. هنالك معايير كثيرة أخرى في المحافظة وتختلف عن المحافظات الأخرى لم ترعى في هذا الجانب، وهي معايير انه المساحه الشاسعه والكبيره للمحافظه، نسبه الفقر هذه العاليه لم تعطى تخصيصات اضافيه تميزها عن غيرها من المحافظات لتعالج هذه الامور. انت تلاحظ الان في اغلب او بعض المحافظات العراقيه هنالك توجه حكومي لايجاد منافذ للصرف ومنافذ للدعم المالي لاسباب اخرى، مثل في المحافظات الغربية أوجدوا صندوق إعمار لأنه المحافظات الغربية تعرضت إلى حروب وإلى دمار في يعني أبان المعارك مع عصابات داعش. في بعض المحافظات الأخرى كذي قار والآن في النجف أيضا أوجدوا منافذ للدعم المالي أخرى، وهو صندوق إعمار ذي قار وصندوق إعمار النجف لأسباب أيضا تعتبرها الحكومة أسباب منطقية. أيضا هذه الأسباب المنطقية متوفرة في محافظة المثنى، وهي نسبة الفقر العالية، المساحة السكانية الكبيرة، عدم وجود موارد مالية فيها. كل هذه الأسباب تدعو الحكومة الاتحادية أيضا إلى أخذ بنظر الاعتبار. طيب. وجعل صندوق خاص لدعم المحافظة في كثير من المجالات. سيد نعوم، أنت جنابك سألت عن
الإجراءات نعم نعم إجراء هو هنا السؤال، الإجراءات، هل لديكم مشاريع استثمارية أو خطة تنموية على الأقل استقطاب الأيادي العاملة وانتشال البطالة؟ نعم نعم، أنا أعطيت أولا المبررات، ثانيا المعالجات التي يجب أن ترقى إلى هذا المستوى، هنالك معالجات محلية ومعالجات اتحادية. أتكلم أولا عن المعالجات الاتحادية لأنها هي الفيصل وهي الحل. الاتحادية الآن قانون العمل والضمان الاجتماعي أو قانون وزارة العمل اللي أقر عام 2013 لم ينفذ إلى يومنا هذا على المستوى المالي. نعم احتبر القانون أنه نسبة الفقر أو خط الفقر هو أن يكون دخل العائلة ما دون 400,000 دينار في الشهر، وعلى هذا الأساس حددت معايير وزارة التخطيط نسبة الفقر. هذا القانون لم يفعل ماليا، فالحل الأول أنه يفعل ماليا، توجد أو توفر له التخصيصات المالية ليكون راتب الإعانة الاجتماعية يفي في الغرض إلى رفع هذه العائلة من مستوى ما دون خط الفقر إلى مستوى عائلة الفقر. الآن راتب الإعانة الاجتماعية لا يفي، لا يرفع العائلة إلى مستوى فوق خط الفقر. بعض العوائل يعني يستلم من الرعاية الاجتماعية 100,000 أو 200,000 دينار وهذا لا يفي بالغرض، بينما القانون يحدد أنه يكون الإعانة الاجتماعية لا تقل عن 400,000 دينار تصاعدية. ثانيا زيادة نسبة الشمول، وعدنا أسماء من ناس مقدمين من عام 2016 في محافظة المثنى، منذ عام 2016 مواطنين من المحافظة قدموا على الرعاية الاجتماعية ولم تظهر أسماءهم إلى هذا اليوم. ثالثا هنالك نسبة كبيرة من الناس حجبت رواتب الإعانة عنهم لأسباب كثيرة، مسجلة باسمه يعني سيارة، مسجلة باسمه عمر معين، ويعني هذه ضوابط وزارة التخطيط يكون مجحف. السيارة اليوم لا تعد قيمة اعتبارية أنه هذا المواطن يكون فوق مستوى خط الفقر وجود سيارة باسمه. نعم نعم. بسؤال أخير سيد نعوم، أنتم كحكومة محلية لديكم قاعدة بيانات للفقراء المشمولين والعاطلين عن العمل؟ نعم نعم، في المحافظة أيضا دائرة التخطيط، وفي المحافظة لدينا مجلس التخطيط أيضا، يعني لدينا إحصائيات عن نسبة الاحتياج السكاني، عن نسبة الفقر وما دون خط الفقر، عن نسب كثيرة. عملنا في المحافظة على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنشيط هذا القطاع الذي الآن يشغل حوالي من 20 إلى 23 ألف مواطن من أبناء المحافظة، والشركات النفطية التي بدأت تعمل، وهنالك أجندات محلية وخارجية لتعطيل الإنتاج النفطي في المحافظة الذي من الممكن أن يسعف أبناء المحافظة ويشغل آلاف الأيدي العاملة. فإحصائيات متوفرة، لكن الإمكانيات في داخل المحافظة أقل بكثير من احتياج المحافظة. نعم. السيد سامي نعوم نائب محافظ المثنى، كنت معي ضيفا كريما من المثنى، نشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. معكم الآن إلى ملف السوشيال ميديا، حيث أشاد مسؤولون ومدونون بقرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مسرح الرشيد من وزارة الإعمار والإسكان إلى دائرة السينما والمسرح، عادين ذلك دعما للثقافة والفن العراقي. البداية من وكيل وزارة الثقافة الدكتور نوفل أبو رغيف، وتغريدة له في تويتر يحيي فيها قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مسرح الرشيد إلى دائرة السينما والمسرح، عدنياه إجراء في محله وإن كان متأخرا فرب ضارة نافعة، وبانتظار قرارات تصحيحية أخرى، حيث نردد على الدوام لأن المسرح يضيء الحياة. إلى الكاتب أحمد الحسني، وتغريدة له في تويتر يؤكد فيها على أن الفن رسالة هادئة في أمة تسحق التخلف وترفض مظاهر الفوضى، فتعيد صورتها الناصعة في دولة المؤسسات والمواطنة، مضيفا أن نقل ملكية مسرح الرشيد لدائرة السينما والمسرح بعد الوقفة الاستنكارية التي نظمها فنانو العراق ضد قرار إزالته يعد موقفا مشرفا يجسد بشكل مباشر إعادة هيبة المؤسسات ودورها المعطاء. في منصة الفيسبوك
وهناك طبعا رمضان هاشم القراغلي لديه تدوينة عن أهمية المسرح، إذ يعد فن المسرح نوعا من التسلية والترفيه، ويعالج المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع، يساعد المفكرين وأصحاب الأنظمة والأفكار الرصينة على نشر أفكارهم بين الناس وتوعيتهم، خاصة من الناحية السياسية. فالكثير من المخرجين كانوا يعكسون رفضهم للسياسة ونظام الحكم عن طريق الفن المسرحي. في وقت نشيد بقرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مسرح الرشيد إلى دائرة السينما والمسرح، ننتظر من فنانين ومبدعين تقديم عروض فنية رصينة تعيد للمسرح العراقي فنه الأصيل والهادف. ختام المرصد الخبري، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.